كنا عارفين اننا غادي نلعبوا فريق ست فرع تشكيلة ماشي تاع القسم الوطني الثاني القسم الوطني الاول، كذلك طريقة اللعب ديالو على يعني اختلاف الاندية الاخرى تاع القسم الوطني الثاني تاع الكرة، تيحاول يبني هجمات، عرفنا انه عنده لاعبين في مستوى معاوي المهاجم الافريقي كذلك معتاني 13 سي بوكو دو جوور دو كاليتي الى خليتي لهم فرصه من طبيعه الحال تيخلقوا لك متاعب كثيره. حاولنا اننا يعني بدينا شويه مزيان من بعد يعني فريق اولمبيك خرج في واحد الوقت من الدقه 20 الى 35 الى 30 يعني كان عند واحد شويه تاع الارتباك من طبيعه الحال. من بعد شفتينا المباراه كنا عارفين ان المباراه غتلعب على انصاف الفرص الفريق الخصم رغم هذاك الشيء كان انه ما جاش فرص كثيره، ولكن تنعرفوا فرق بحال هادو تكون عندهم شويه الحرفه لا جماعيا لا فرديا، جاتهم فرصه من اللاعب المعتاني من الحرفه تاع تستطيع تسجل هدف اللي تنشكر عليه اللاعبين رغم انهم مره اخرى ممكن باش نهضروا على التحكيم. مي جو كرو كو سا كومونس افير ان بو شويه طرو لانه جو كرو في اربعه ولا خمسه المباريات على الاقل كنا تنستحقوا شي ضربه جزاء، ولكن حنا هادشي ما تنهضروش عليه. المهم عندي انا هو القتاليه تاع اللاعبين والروح المجموعه ان شاء الله ان شاء الله بهذه الروح هذه والقتاليه، خاصه لما تجيب مقابله فريق هكا وبالطريقه تاع اللاعبين انه تيامنوا دائما بالسخاء في الجهد والقتاليه من اجل القميص والقتاليه الى اخر ثانيه ماشي اخر دقيقه، فتنتج لهم الشكر. وتنظن انه مره اخرى رغم انه الجمهور ديالنا 80 نفس بثلاث نقاط حتى حنا كذلك، ولكن تنظن انه راه خصنا نعرفوا ونكونوا واقعيين راه التشكيله تاعتنا محدوده، هذا الشيء ماشي نقص من اللاعبين ديالنا بالعكس على الحدود الامكانيات ديالهم، فهما الان تيلعبوا بواحد 150% فوق الطاقه ديالهم. والاكثر شيء اللي كنشكروا عليهم مره اخرى ما تنهبطوش يدينا، كنظن هذا السبري هذا هو اللي غادي يسمح لنا ان شاء الله باش نحققوا الهدف ديالنا اللي هو توفادي الهبوط للقسم الوطني الثاني.